السبعه ديالهم. يعني كي قولي الراي ديالكم الاخوات فهادو. يعني الدق الصويري تبارك الله غزال ورائع. الا بغيت جوج تاع الصويري 13 غرام واخا اختي انا نقول لك هذا راه يقدر تقريبا في الواحد هذا فيهم 9 غرام فاصلة جوج في الواحد. الا بغيت 13 غرام نخدمو لك. يعني الاخوات هذا 15000 درهم، هادو 15000 درهم غزالين غزالين. هادو الاخوات متقونين وعراض ويا سلام. لاطاي ديالهم الاخوات 6 ونص. اللي كان الاخوات الدوره ديالو كبيره ولا صغيره راه ممكن يتخدموا لي على قياس يدي وعلى الدوره ديال يدي. هادو الاخوات 15000 درهم مليون ونص، مليون ونص الاخوات 1500 اورو. يعني غزالين هادو 1500 درهم شحال الغرام عصير الصابون، شحال من غرام في عصير الصابون؟ علاش هضرتي لي اختي على هذا 16 4 وهاد هاد الاخر هذا فيه 30 غرام فاصله 3. يعني هذا تبارك الله غزالين. وبالنسبه للاخوات هادو 15000 درهم مليون ونص، مليون ونص 1500 اورو غزالين هادو رائعين. قلنا الاخوات هاد السريت لهادي تبارك الله الصويريه غزاله تاع السبعه. يعني يا سلام شفت تبارك الله كيفاش دايره. هي ثلاثه بداو لها، يعني الا بغات ثلاثه ممكن ياخذهم. الا بغيتو الاخوات ثلاثه كاين شي اخت تبغي شي حاجه خفيفه وتلبسها ديما، وكاين شي بغي شي حاجه باينه وهماويه. تبارك الله كيفاش دايره الخدمه. يا سلام صراحه تحيه للصانع المغربي لانه تبارك الله تيتقن والنقش وشي حاجه اللي تتلبن تتلمع بحال فيها الحجر. يعني لبستيه ما تيبانش بلدي ما تيبانش رومي، يعني تلبسيه مع اي حاجه كيبان تيلمع. غنحاول نعطيكم ثلاثه الثمن ديالو. نعم مسكين هادو 20 غرام فاصله واحد الاخوات 11500 درهم، 11500 درهم. هادو الاخوات ثلاثه اللي بغات ثلاثه ب 11500 درهم، مليون و100 مليون و30 الف ريال، مليون و30 الف ريال 1150 اورو، 1150 اورو ثلاثه دبيجه تاع الصويري غزالين ورائعين. وشكون مازال غيشري اخوات تاع يشريو الناس واخا يوصل دابا شي ذهب يوصل 1000 درهم وكاين اللي تيشري. انا كي قلت لكم راه الناس اللي مجربين وعارفين بحق الذهب راه تشري المره الذهب تقول الله ما نحط الفلوس في البنكه وبقاو تيتكالوا العز منهم ونحطو في الذهب وسرتله ولبسها في يدي ونهار بها فلوسها يتزادوا. ماشي مصنعيه الاخوات، الذهب اللي تزاد يعني الذهب الخام اللي تزاد. هادشي اللي كاين الاخوات حنا تنصارحكم وتنوريكم اي حاجه وتنحطكم امام امر الواقع. يعني الا كانت شي حاجه زايده راه زايده. يعني الناس راه كانت تبيع شحال هادي كاع ما زايد الذهب وتيعبر 540 درهم 530 درهم. حنا كنا نديرو على الثمن اللي معقول. دابا فاز الذهب تنحاولوا نزيدوا واحد شويه، ولكن راه الذهب الاخوات راه غادي في تصاعد. يعني راه الناس كاين اللي شرا عندي سرتله الاسبوع اللي فات ب 510 520 درهم، دابا راه 540 درهم. يعني 20 درهم راه زايده والاخوات راه هادشي مرتقب يتزاد اكثر. هادو الاخوات السرتله السبعه الصويري انا نحاول نقول لكم لاطاي ديالهم ونقول لكم شحال بسبعه. قياس 6 اونص هادو الاخوات 6 اونص قياس ستوندار 6 اونص الاخوات الثمن ديالهم الاخوات 27500 درهم، 27500 درهم. يا سلام غزاله هذه ورائعه هذه السريتله هذه 27500 درهم، 200 و 750 اورو، 200 و 750 اورو. جوج المليون الاخوات و 150 الف ريال، جوج المليون و 150 الف ريال. كاين برومو هاد الشهر الاخوات، يعني كاينين في سنيسلات خفيفين او خواتم، يعني في اي حاجه. والاخوات بالنسبه للبلجي يعني البلجي تيبقى على حسب السوق لان تتباع بالغرام، اما الحاجات الموديل تنقصوا فيها شويه على حسب الموديل. هادو الاخوات كاين دابا دوزنا حاولنا ندوزو كاع لي موديل. بقاتنا هاد عصير الصابون، هادو عصير الصابون هذا غزال ورائع، هذا عريض، هذا هو العريض فيهم. يعني دوك اللي تكون قبيله هذا فيه جوج اونص اللي وريتكم، وهذا فيه ثلاثة 3 سنتيم. هذا الاخوات في العرض ديالو فيه 31 غرام. هذا الاخوات 530 درهم الغرام، يعني 16400 درهم، 16400 درهم.
شحال فيهم غرام واخا اختي هي حاولتي حاولي توصلي اشنو هي الغرام اختي شحال فيهم غرام حاولي توصلي في واتساب مع مريم ونصوريك البوا ديالهم اختي يعني هادو الاخوات 17400 درهم 16400 درهم 1640 اورو مليون ومليون و 128 الف ريال لاطاي ديالهم الاخوات 6 اونص في لاطاي الدوره ديالهم 6 اونص غزالين هادو عصير الصابون الاخوات راه ما تيموتش وتيبقى ديما حاضر وديما هو الصويري والبرومو سامبل البرومو سامبل بقاو عندي واحد الخمسه خمسه اللي بقاو عندي الاخوات نحاول ندير معكم ثمن مناسب فيهم هادو اللي بغاتهم الاخوات سكرينيهم هادو غزالين ورائعين ها انتم الاخوات كاينه هادي وغزاله السريت هادي فيها 57 غرام فاصلة 3 57 غرام فاصلة 3 هادي الاخوات 30400 درهم 30400 درهم 3 مليون و 8000 ريال 3 مليون و 8000 ريال هادي الاخوات تبارك الله سريت لا غزاله يعني غزاله ورائعه بقاو عندي خمسه فيها الاخوات غزاله ورائعه سريت لا مبرومه وعريضه وباينه كما تشوف معايا واضحه واضحه الصوره ياك مريم واضحه الصوره عندك مزيان 30400 درهم هذه الاخوات 30400 يعني مليون 3 مليون و 8000 ريال 3040 اورو 3040 اورو غزالين هذو الاخوات صح حاجه صامته واقفه يعني شي حاجه اللي صامته ماشي داكشي ترطه يعني قاعد تنوريكم الاخوات يعني صامتين ماشي شي حاجه اللي ترطى شي حاجه تقدر تلبسيها وتبقى عندك ايوا راه تفيتها صافيه بالنسبه للاخوات يعني بقى لنا دابا الراد كون ندوزو الراد كوات ندوزو لي زونسومبل واحد الاخت بغات تسولني على زونسومبل كاين هذا هذا تاع الشميشه غزال ورائع شي حاجه يا سلام تاع لا مارين هذا لا مارين ياك الشكل هذا شميشه واخا لا يعني الثمن ديال هاد الاخوات 4700 درهم 94000 ريال 4900 درهم 490 اورو اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا بكم الاخوات اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا بكم الاخوات تحيه لك اختي اللهم بارك شكرا لكم وزيد في ذلك الاخوات قولوها الله يبارك فيكم الاخوات شكرا لكم بزاف يعني الاخوات هذا الثمن ديالو 490 470 اورو 94000 ريال 470 اورو 4700 درهم هذا الاخوات غزال فيه السلسله والكروميت والحلقات والخاتم ديالو غزال رائع هذاك اللي وريت قبيله اخوات قبل ما تلتحقوا بينا كاين هذا الصومبل حتى هو 3900 درهم 390 اورو غزال فيه لاباك وفيه الحلقات والسلسله والكروميت هذو ما تسولوا مع الاخوات بروموسيون وعرض زويون دابا الاخوات الخام 465 درهم الغرام 465 درهم الغرام الله يسر لكم شكرا لكم بزاف اختي حسناء حسناء مرحبا بك مرحبا بك ما شاء الله شكرا لكم الاخوات الله يزيدكم ويبارك لكم تنتموا في الرزق ديالكم ويعطيكم ما تمنيتوا الاخوات نبداو لكم في الراد كوات يعني ان شاء الله بحول الله نبداو لكم في الراد كوات والخدمه تبارك الله كي دايره الاخوات في الراد يعني الخدمه متقونه خدمه متقونه الاخوات كي تنقول يعني خدمه يعني متقونه ورائعه ماشي ديك الراد كوات باغي تتخبل وتتبان لك سنه على سنه ماشي شي حاجه اللي وكنعاود لكم ديما زينه وخزينه الراد كوات تبقى لك ديما لابسها ها هما الاخوات الراد كوات نبداو بعدي الاخوات فيها 17 غرام فاصله واحد يعني الثمن ديالها 9200 درهم 9200 درهم ديال الاخوات 920 اورو 920 اورو ديال الاخوات شي حاجه اللي يا سلام 920 اورو ديال الاخوات 920 اورو 194 184 الف ريال 184 الف ريال يعني غزالة هاد الرادكو شي حاجه مخدومه فيها 17 غرام فاصله جوج فين كاينين اختي مرحبا بك اختي كاينين حنا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس وتنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب يعني في اي مدينه كنتي وفي اي بلاصه كنتي تنصيفطوا لك حتى للدار عندك الاخوات على طريق امانه يعني تتوصلك السلعه في الامان والحفظ الاخوات اونسومبل مع البراسلي بشحال
اختي شمن اونصوم المعر براسلي حاولي توضحي لي وان شاء الله نقول لك الثمن ديالو. هذه الاخوات دايره 9200 درهم، 9200 درهم، 920 اورو، 184 الف ريال. يعني غزاله، شو الرد كل اخوات كيتبان لكم؟ يعني ما تتخبل، تتبقى مسرحه وتتبان يعني رائعه، حتى العنق ديالك تجي كما بغيتي، كما بغات الخاطر تجي رائعه، ما تتخبلش، ما تتلوى، ما والو. ندير لكم الاخوات ردكو شويه ثقيل عليها. هذه الاخوات فيها 16 غرام فاصله 6، هذه خفيفه شويه، يعني الثمن ديالها 9000 درهم. هذه الاخوات 9000 درهم، 900 اورو، يعني 900 اورو. الاخوات تبغى اي واحد بغى اي ردكو في اي غرامات في اي جد الثمن اللي بغى يحاول يصيفط لنا الثمن اللي بغى، ونحاول نصور له الغرامات ونقول له الثمن ديالها. يعني اي حاجه بغيتو في هاد الردكو راه كاينه، يعني كاينه فيها تاع 7 غرام، كاين تاع 8، كاين تاع 9، كاين تاع 10، كاين تاع 12، كاينه تاع 16، كاين 17. المهم كل وحده والغرامات اللي فيها. 9000 درهم ديال الاخوات، 900 اورو، 180 الف ريال، 180 الف ريال. من غزالين هادو الاخوات، وشو تبارك الله الخدمه والاتقان. يعني دابا الاخوات تيبان على وجهه كي تنقولوا حنا، فاش حاجه تشوفيها وتتعجبك في النظره راه فيها تكون اكثر لبستيها ولا حطيتيها في يدك. هادي الاخوات شويه خفيفه، هادي الاخوة فيها 13 غرام فاصله 6، 7350 درهم. هادي 7350 درهم، 7350 درهم، 735 اورو، 147 الف ريال. اخوات هادي غزالة، تتبان عامرة، تتبان غزالة، وتتبان باينة، يعني تتبان تقريبا بحال تاع 16 غرام و 15 غرام، وثمنها مناسب 7350 درهم. يعني براسلي ب 3500 درهم. نحاول ندوزو لك اختي، علاش لا، نبقاو في راسك الاخوات ولا ندوزو لحاجه اخرى باش ما يكونش اللايف ممل. 10 غرام واخا اختي، نشوف لك 10 غرام دابا ندوزها لك. 10 غرام هذه الاخوات فيها 7.7، 7.7. هذه الاخوات الثمن ديالها 4150 درهم. تي زوون، يعني اللي شي واحد تيبغي شي حاجه خفيفه وتلبس يوميا ها هي كاينه. هادي هذه الاخوات الثمن ديالها 4150 درهم، 83 الف ريال، 83 الف ريال. تبان غزاله، واللي بغى يلبس شي حاجه خفيفه وتلبس يوميا هادي راه صراحه رائعه. 4350 درهم، 83 الف ريال، 415 اورو، 415 اورو. غزاله ورائعه، شي انصومبل زوين، انصومبل زوين. كاين لي موديل كثار اختي في لي زونصومبل، حاولي تقولي شنو بغيتي وحددي لي يعني شحال الثمن بغيتي ان شاء الله ندوزو لك. هذيك مزيان، هادو الاخوات كي هاد لونسون بالهذا رائع، غنحاول ندوزو لكم يعني بحاجه بحاجه باش تشوفوه. هاد لونسون بالبلدي، يعني بلدي رومي، اختي بغات لونسون بال، ها هو نحاول ندوزو لك اختي، واخا ما موجدوش نحاول ندوز لك. شوفي جوج لونسون بال ثلاثه ان شاء الله يكون من النصيب ديالك. كاين الحلقات اليوم هادو على هاد الشكل هذا، كاين لاباك اللي هو هاد الشكل هذا، كاين البغاصلي. غنحاول ندوز بحاجه بحاجه باش ما نتلفوش. كاين الخاتم اللي ديال هو هذا اللي هذا الشكل هذا، الحلقات ديالو، لاباك ديالو الاخوات 2600 درهم، 52 الف ريال بالنسبه للاباك. هاد لونسون هذا غزال صراحه، غزال غزال، وش حاجه صحيحه وعمليه. واش هذا الدب مستعمل؟ لا اختي جديد، هذا تندوز دابا. فين كاينين؟ حنا في مدينه مراكش اختي، في قصريه الصفاء، المسيره واحد الاحباس
رقم المحل ديالنا 11. يعني الا جيتي الاخوات اي واحد بغى يجي من اي مدينه ولا بغى اي واحد بغى توصيل لجميع مدن المغرب تنوصلوا السلعه الاخوات بالمجان. عندك رادكو يد لا اختي رادكو يد يعني الا بغيتي نخدم عليك. ربعات الكرام الاخوات فاصيل هادو زوون هاد الحلقات ثمن ديالهم الاخوات 1900 درهم 1900 درهم على باك ديالهم الحلقات 1900 درهم هاد الاخوات حلقات ب 1900 درهم غزالين. اللي بغى اي حاجه بوحدها راه ممكن ياخذها. الا بغيتي الحلقات ولا باك ممكن تاخذيه. بغيتي البراسلي هذا الاخوات 190 اورو الناس اللي بغاو الاورو 58 الف ريال. وكاين هذا البراسلي هذا الرائع حتى هو اللي زوون ودوقي اللي بغاه هو لاباك ديالو اخوات. التوصيل يعني بالمجان يعني تخلصي ثمن السلعه اللي خديتي. يعني اختي اللي كاينه في اي مدينه كنتي تتخلصي ثمن السلعه. يعني خلصي ثمن الارتيكل حنا تنصيفطو لك على عبر امانه توصلك حتى للدار اخوات. هذا 4800 درهم الاخوات 480 اورو. وريني داك عصير الصابون الصغير واخا ياسين واخا اختي خويا مرحبا يعني غندوزو لك. هذا اخوات 4800 درهم 480 اورو. البراسلي بالنسبه لاطاي ديالو 6 بالنسبه لاطاي 6 الاخوات. بالنسبه لهاد البراسلي الطاي ديالو 6 لاطاي ديالو 6. بالنسبه للموتيف البوندونتيف كاين هذا هو البوندونتيف ديالو. كاين اللي تيديرو مع السلسلة رقيقة كاين اللي تيديرو مع الخيط تيجي مع الخيط تا هو زوين مع شي خيط في العنق كله ومع شي تيديرو. 1500 درهم هاد الأخوات 150 أورو 130 ألف ريال 30 ألف ريال عفوا 30 ألف ريال 150 أورو 1500 درهم. هادو غزالين أختي اللي بغات أونسومبل. يعني ندوزو الأخوات دابا ندوزو لبلدي اللي بغات لي بلدي. كاين هاد البراسي الاخوات بلدي شت باكلا الاتقان الاخوات. السلعه تنحاول نجيب لكم شي حاجه اللي تلبسيها وتبان لك لابساها بوحدك ماشي لابسها